في هذه الدقائق سنتكلم عن ليلة القدر وفضلها والعلامات التي جاءت فيها، فأعينون القلوب والأسماع. أما فضائل ليلة القدر ففضائلها كثيرة، نذكر منها أن من فضلها أنها ليلة أنزل فيها القرآن، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ومن فضائلها أنها هي ليلة خير من ألف شهر، قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر. اختلف أهل العلم في معنى أنها ألف شهر، لكن أشبه الأقوال وأرجح قول ابن جرير بظاهر التنزيل قول من قال عمل في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيه ليلة قدر. ركز، خلي بالك، ربنا قال عن ليلة القدر خير ايه؟ خير من ألف شهر. العمل الوحيد الفرد بتعمله في ليلة القدر خير من ألف عمل تعمله ليس فيه ليلة قدر. يبقى عمله في ليلة القدر خير من عمل ألف شهر ليس فيه ليلة القدر، لقول الله تعالى ليلة القدر خير ايه؟ خير من ألف شهر. يعني الألف شهر كمان ما توزيش ليلة القدر، بل هي خير من ذلك. والأقوال الجميلة التي جاءت في كلمة ألف شهر، بعض الناس طبعا يقول لك ليلة القدر تعادل وتساوي 83 كسور، هذا كلام غير صحيح، يتعارض مع كلام الله، لأن ربنا في القرآن لم يقل تساوي أو تعادل أو توازي، بل هو قال إيه خير من؟ خير من ألف شهر. وإنت بتمر في القرآن كده هتلاقي إن أكبر عدد كان يذكر في القرآن هو الألف، مفيش لا مليون ولا تريليون ولا الكلام ده كله. حتى الله لما أراد الملك تبارك وتعالى أن يتكلم عن العدد الكبير في قوم سيدنا يونس، قال وأرسلناه إلى إيه؟ 100,000 أو يزيدون، ما كانش يعرف أكثر من إيه؟ الألف. فكان هو الألف العدد المضاعف المتضاعف. في سيدنا نوح عليه السلام كان مكث فيهم 1,000 سنة لله إلا 50 عاما. برضو في سورة آل عمران إن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000 بإذن الله. وهكذا تلاقي دائما عدد الألف، لما كان العربي يكلموا عن عدد كبير بقى فوق الألف يفوق الألف كانوا يقولون 1,000,000، و1,000,000 دي كم صفر؟ 6 أصفار، يعني كم؟ مليون. مليون مش عارف المليون، يعني يتكلم بالألف. فالقرآن طبعا جاء موافقا لما استقر في أذهانهم وفي عقولهم. معايا شيخ سيد؟ فصلى رسول الله، فهو القرآن أراد أن يحدثهم بما استقر في أذهانهم، فهم مستقر في أذهانهم الألف. فالمولى تبارك وتعالى في أول سورة أصلا قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، وإيه؟ بعد إيه؟ وما أدراك ما ليلة القدر. ده اسمه أسلوب إيه؟ تهويل، تعظيم وتفخيم. طب التهويل والتعظيم والتفخيم ده مني ومنك ولا من الكريم؟ لغة الكريم جل في علاه. وما أدراك ما ليلة القدر. فمش عارف يعني إيه ليلة القدر. لن تدرك ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. وبعد كده قال لك ليلة القدر إيه؟ خير. فالله تبارك وتعالى أراد أن يعلمهم بأن ليلة القدر فضلها عظيم جدا جدا جدا. وهو الذي قال خير من ألف شهر. الخيرية دي على مستواي ومستواك ولا على قدر الملك الكريم؟ إنها على قدر الملك الكريم جل في علاه. فأراد أن يخاطبهم من استقر في أذانهم، بل أراد أن يقول لهم أنها إيه؟ خير من إيه؟ من ألف شهر. يعني ممكن تكون 2,000 شهر، 3,000 شهر. كلمة خير دي ما احنا مش عارفين تبقى ايه؟ دليل على ايه بقى؟ على الكثرة الكاثرة. ايضا من فضائل ليلة القدر انها تنزل الملائكة والروح فيها، لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر. والمقصود بالروح هنا سيدنا مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام، الراجح من اقوال اهل العلم.
وقال النبي في الحديث الصحيح: وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، أنها ليلة سلام. قال تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر. قيل: سلام من الشر كله ولا يكون فيها إلا السلامة. قيل: تسليم الملائكة على المؤمنين. ملائكة في تلك الليلة تملى ما بين السماء والأرض، لغاية ما تلاقيش مكان ما بين السماء والأرض، كثير من الملائكة الكرام. وقيل أيضا: سلام هي أي لا يستطيع الشيطان فيها بسوء، مقدرش يعمل حاجة. من فضائلها أنها ليلة مباركة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال عبد الله بن عباس: يعني ليلة القدر، صلى الله رسول الله. أيضا من فضائلها أنها فيها تقدر مقادير السنة. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. من فضائلها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تستحب بليلة القدر وتحريها في العشر الأواخر من رمضان، لقول النبي في حديث عائشة رضي الله عنها ورضاها قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. في الوتر في العشر الأواخر من رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي إذا دخل العشر الأواخر من رمضان شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. شد مئزرة كناية عن اعتزال النساء والاجتهاد في الطاعة. فهو حرام يا رسول الله أن آتي زوجتي ما بعد المغرب حتى الفجر، لا مباح مشروع. طب من أنت حتى وإن كان مباحا لم أفعل. وكأن النبي ما يعني بص التجهيز والتجهز والاستعداد، كأن شوف لما تكون راح تشتغل شغله كده تقيله واخد معاك العده بتاعتك ومستعد ونايم كويس وشارد الرحال، ليه ده انا عندي شغل مهم قوي. هو كان ده حال النبي، يعني لو النبي كان معانا النهارده كان يبقى ده حاله بقى بدايه من بكره اللي هو يوم 20 ليله بدايه العشر الاواخر من رمضان. اجتهد في العباده واعتزل النساء صلى الله عليه وسلم، وأحيا الليل أي سهره بالطاعة. كان أول 20 يوم في رمضان كان عند النبي ده حال في رمضان، أول 20 يوم والعشر أيام حتى دي خالص. فإذا كان في أول 20 يوم في رمضان مثلا بيام 3 4 5 ساعات، لا ده في آخر 10 أيام في رمضان يكاد أن يكون هناك نوم، سهر الليل بالطاعة والعبادة، وكأنه فعل ذلك ويفعل ذلك. وزوجته يا رسول الله اللي بيحصل كأنه يقول لهم إن رمضان اقترب على الرحيل والفوتان والانتهاء، هتعمل إيه؟ أنا هعتزل النساء وهأحيي الليل كله بالطاعة والعبادة. وكأنهم قالوا له: أعانك الله يا رسول الله، إحنا بقى ننفل شوية ونعين شوية ونام شوية لأن إحنا بنحضر السحور والفطار، أنت ربنا يعينك. وأيقظ وأيقظ أهلها، قومي يا عائشة صلي، قومي يا حفصة، قومي يا أم سلمة، قوموا صلوا لله تبارك وتعالى. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع حالة التأهب القصوى ودرجات الاستعداد في أبياته كلها في العشر الأواخر من رمضان. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. وعايزين نعرف بقى مين المحروم الحقيقي بعد ما نسمع الحديث ده، واعلم أن من فاتته ليلة القدر فقد فاته الخير الكثير. فعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر. اسمع يا مصطفى، من حرمها فقد حرم الايه؟ الخير كله. اسمع: ولا يحرم خيرها إلا محروم. ده مش كلام، كلام النبي، حديث بيقول كده: لا يحرم خيرها الا محروم. يبقى ده المحروم الايه؟ الحقيقي. مش المحروم الحقيقي اللي ما بياكلش لحم، مش المحروم الحقيقي اللي ما بيجيبش مسعيد، مش المحروم الحقيقي اللي ما عندوش عربيه، مش المحروم الحقيقي اللي ابوه ميتين. لا، المحروم الحقيقي اللي تيجي عليا ليله زي دي في العشر الاواخر وما يتركهاش. لان انا لو بقول لك ده ليله القدر دي فضلها جيت وجيت وجيت وجيت، هتقول لي هي في شهر ايه؟ اقول لك في شهر رمضان. تقول لي سهله بسيطه، بس ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. هي ليله القدر دي تبقى من النهار ولا بالليل؟ اقول لك لا، هي مرتبطه بالليل. تقول لي جميل، دي
دي كده افاده كويسه، يعني حتى لو في النهار انا في الشغل انا في الليل مرابط في الطاعه، صح كده يا شيخ؟ صح. يقول لي كده سهله، مش هي في شهر رمضان؟ اقول له والله ان شاء الله كده باذن الله انا هقومها وهلحقها ومش هتعديني. اقول له كمان افيدك، هي مش على مدار الشهر. امال ايه فين؟ انت قلت مش في النهارده في الليل. طلع اول 20 يوم من اللعبه هي في العشر الايه؟ الاواخر. يا في الليالي العشر الاواخر فقط؟ ده كده بقت سهله جدا بسيطه. انا العشر ليالي دول هبقى مرابط في المسجد من صلاه العشاء للتراويح، ويبقى انا كده قمت العشر ايام، ويبقى كده ضمنت ليله القدر فين؟ في جيبي. اقول له لا قول كمان دي كمان، لو انت طالما انت مجتهد كده اسمع كمان الحاجه الجميله دي. ده هي في العشر الاواخر مش في كل الليالي، ده في الليالي الايه؟ الوتريه. يعني خمس ليالي بس، ليلة ال 21 و 23 و 25 و 27 خمس ليالي بس بالعشر، ده جميلة جدا. بص كده جزاك الله خيرا، جميلة ده فوق راسي من فوق. أنا كده الحمد لله ضمنت إيه؟ ليلة القدر فين؟ في جيبي. بس إحنا طبعا بنقول ما نجتهدش في الليالي الوترية بس، عايزين نجتهد في العشر الأواخر عشان ده حال النبي قبل كل شيء. ثانيا لماذا؟ لأن أحيانا بتيجي اختلاف بيننا وبعض الدول العربية، يبقى عندهم زوجي وعندنا فردي، وعندنا زوجي وعندهم فردي، وهي اللي بتقدر ايه؟ واحده تيجي عندنا ولا عندهم؟ مش هتيجي اثنين يعني نجاملنا ونجاملهم. فانت تامن على ده تعمل ايه؟ تجتهد فين؟ في العشر الاواخر من رمضان. يبقى فعلا اللي تفوته ليله القدر مع هذا التفصيل يبقى هو ده الايه؟ المحروم الحقيقي. ده احنا على راي الناس يقول لك ايه؟ فلان ده اتفتحت له طاقه ايه؟ طاقة قدر. احنا بنقول بقى ربنا كلمة تتفتح لنا احنا ليلة الايه؟ ليلة القدر. الأعمال المستحبة في تلك الليلة على وجه الاعتكاف قيام ليلها إيمانا واحتسابا، الدعاء، الدعاء في تلك الليلة. وطبعا أنتم عارفين الحديث اللي ورد على لسان عائشة لما سألت النبي وقالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي إيه؟ قول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ما قالهاش للجنه ولا للفردوس ولا كذا ولا كذا، بنطلب الايه؟ العفو. وكان المطلوب مني ومنك طول رمضان ان ربنا ايه؟ يعفو عني وعنك ويغفر لنا ويرحمنا ويعتق رحمنا. فتصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاعمال المستحبه في تلك الليله ايقاظ الاهل للصلاه. اما عن وقتها باختصار جاءت مترقبه. جت 21 و 23 و 24 و 25 و 27 ما حدش يقدر يحددها، لان لو كان حددها ما كان النبي قالفها واي وراه جاي يحددها لنا ويعرفنا هي لاي ليله بالظبط نسيها. فالشرع اراد الا نعرفها، الا نعرفها. فصلى على رسول الله. يبقى هي مترقله صلى الله عليه وسلم، مترقله قد تاتي في سنتين ثلاثه ورا بعض في سنه في ليله واحده. وخلي بالك الناس اللي مركزه على 25 و 27 ويتغفل ويلاقيها فين؟ جت يوم 21 و 23 زي ما حصل السنه اللي فاتت في الغالب، كانت يا اما واحد يا اما ثلاثه في الغالب. فالناس نايمه ويقول لك يا عم ده لسه 25 و 27 هوبا، وهي اصلا ايه؟ عدت وخلصت. اوعى، عشان كده بقى تحروها في الليالي الوتريه من الايه؟ العشر الاواخر. فخلي بالك، فواحد ليله 21 دي مش من ضمنها، وقد تكون هي وجاءت احاديث انها كانت في 21، يبقى هي مترقبه لا يعلم لها ليله بعينها، لكن ممكن تيجي متكرره في ليله واحده في كذا سنه، ممكن. لكن هي في الاصل ايه؟ متنوعه، ليس لا يعلم لها ليله لها. السبب في خفاها ايه؟ السبب في خفاها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الصحابه بها، فتلاحى رجلين من المسلمين، يعني فتلاحى تشاجر تخاصموا اتخانقوا، فبيفضل الاشتباك. فبعد ما فضل الشباك النبي راح ايه؟ نسيها. قال فخرجت ليخبركم بليله القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، ثم قال وعسى ان يكون ايه؟ خيرا لكم فالتمسوها في التاسعه والسابعه والخامسه. في حديث عند مسلم من حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اريد ليله القدر ثم ايقظني بعض اهلي فايه؟ فنسيتها. الا في النهايه النبي شاف ليله القدر وقام عشان يقولها، اللي حصل نسيها. بس هو قالهم قال العله وعسى ان يكون ايه؟ بخلاف ما ايه؟ يعني رب الحكمه من اكمال ليله القدر ليه؟ قال الحافظ رحمه الله، قال العلماء الحكمه مني في اخفاء ليله القدر ليحصل الاجتهاد في التماسها.
تفضل انت كده متحمس ومش رقبت ومتحري. هي ايه ظروفها؟ طب اروح اصلي النهارده؟ لا انا ركز، طب ادعي شويه، طب اقرا القران شويه على مدار ال 10 ايام عشان تبقى انت مشغول بايه؟ بالنت القادم. قالوا ليحصل الاجتهاد في التباسها بخلاف ما لو عينت تلك الليله، اسمع، لاقتصر الناس عليها. طب لو تعرف الدنيا دي ليله 25 نظر لازم تعمل ايه؟ لا هتيجي قبل ولا هتيجي بعد، هتيجي يوم ليله 25 والمساجد تتملي والشوارع تتملي، وبعدين السلام عليكم واحنا كده قلنا ليله القدر. وده شغل البخ اللي بقى اللي بيتعامل مع ربنا بالايه؟ بهذا البخ. اخر حاجه، ما هي علامات ليله القدر؟ انت عارف ايه يعني علامات ليله القدر؟ السؤال ده كله. انت تعرف ايه يعني علامات ليله القدر؟ صلى على رسول الله. عايز تقول حاجه؟ السماء، صفاء السماء، صفاء السماء. عايز تقول كده؟ حد عنده علامه ثانيه؟ لا يرمى فيها بنجم. دي جديده، دي اول مره اسمعها. عدم ذبح الكلاب، ودي مشهوره عند الناس بس معلش دي ماشي. طيب صلى على رسول الله. هم علامتين، اصح علامتين وردتا في علامات ليله القدر بالدليل وبالايه والحديث. لان في الغالب احنا بنتكلم عن امر غيبي مش عارفينه بالظبط، فلازم نتكلم عليه بالايه؟ بالايه والحديث. اصح ما ورد في علامات ليله القدر انها ليله لا حاره ولا بارده. جبت الكلام ده منين؟ حديث صحيح رواه ابن خزيمه وابن حبان واحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اني كنت اريد ليله القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الاواخر من ليلتها، وهي ليله طلقه بلجه، طلقه بلجه لا حاره ولا ايه؟ ولا بارده. تبقى لنا كده ايه؟ نسيم كده، الجو فيها جميل والدنيا ايه؟ ربيع والجو بديع يعني. صلى على رسول الله. تبقى لنا كده ايه؟ ما هياش لا حر ولا برد، وسط. العلامه الثانيه والمشهوره والمشتهره ان الشمس تخرج من صبيحه تلك الليله ايه؟ حمراء لا شعاع لها. جبنا الكلام ده منين؟ حديث عند مسلم وابو داود والترمذي عن زر قال: قلنا يا ابا المنذر وهو ابي بن كعب باي شيء يعرف ذلك، اي ليله القدر؟ قال: بالعلامه او بالايه التي اخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس تطلع من ذلك اليوم ايه؟ لا شعاع لها. من يقول لي طب ايه السبب ان الشمس مالهاش شعاع؟ احسنت، لان الملائكه ستملا ايه؟ ما بين السماء والارض. الملائكه مخلوقه من ايه؟ من نور. فمن شده ضوء ونور الملائكه التي ملأت ما بين السماء والارض قد طمست ايه؟ طمست ضوء الشمس فجعلتها حمراء لا شعاع لها. الكلام ده نشوفها امتى بقى؟ لما بالليله بتعدي. يعني النهارده مثلا 20 رمضان بالنهار، يبقى الليل بتاع يوم 20 ده اسمها ليله الايه؟ ليلة ال 21، فأنا قمت الليلة دي وصليت الفجر كمان في جماعة، وطلعت من الشروق وطلعت بصيت على الشمس، لو أنا شفت الشمس كأني باصص للقمر، يبقى الليلة اللي فاتت دي كانت إيه؟ كانت ليلة قدر. بصيت للشمس ولقيتها محتاجة نضارة ومش قادر أبص لها تحت، يبقى الليلة اللي فاتت دي ما كانتش إيه؟ ما كانتش ليلة قدر، يبقى ليلة طلقة بلجة لا حر ولا باردة، وأن الشمس تخرج من صبيحتها حمراء لا شعاع لها. طيب ما هو اقل شيء في قيام ليله القدر؟ ان تصلي العشاء في جماعه. ان تصلي الايه؟ العشاء في جماعه. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من صلى العشاء في جماعه فكانما قام ايه؟ نصف الليل. طبعا جميل بقى انك لما كمان تصلي العشاء والسنه والتراويح والتهجد مع شويه دعاء وقران وذكر القيام يا جماعة، ساعتها مش لازم يكون بصلاة فقط، بأي طاعة أو أي عبادة. كلمة قيام لليل مش معناها صلاة بس، الناس فاهمة القيام لليل يعني بصلاة، لا. قيام لليل بيذاكر دروس علم، بيحضر آية، بيحضر حديث، بيحضر خطبة، بيتعلم علم شرع، ده اسمه قيام. بيذكر ربنا بالذكر اللي هو سبحانه، ده اسمه قيام لليل، إن هو بيدعو الله عز وجل في جبهة، ده قيام لليل، إن هو بيعمل أي عمل صالح ده اسمه إيه؟ قائم لليل. فقيام الليل مش مقتصر على الصلاة فقط، فبأي طاعة وعبادة هذا قائم لليل، ومنها الصلاة، فهو قائم لليل بالصلاة. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغني الله وإياكم أجر ليلة القدر.